انا اللي بعتك ورايا. رجولي هتموتي. بتحبي ايه؟ مين وزك عليا؟ مروان صح؟ قال لك فارس تجيبه حرم. اشيل يدي تنطقي. ها؟ والله انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. الجملة دي قالت في أفلام عربي كتير ما كنتش بصدقها. أوعك تكوني فاكر إنها مصدق إنك لقيتيني في الشارع وجبتيني هنا بالصدفة. تكدبي انطقي ردي من بعدك ورايا. قولي والله العظيم زي ما قلت لك بالظبط. أنت خشمك حرب. أنا لقيتك مرمي في الشارع جبتك على هنا. حرام عليك أنت بتعمل فيا كده ليه؟ هقتلك هقتلك هدفن الحنين. قولي. بقول لك يا بنت الناس، لو مش عارفه طبع جوزك اعرفه لك. انا ما اكرهش في حياتي قد اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. وطي حسك هتصحي البيت. انا ما حدش يقول لي تعمل ايه. في ايه يا عبد الله انت عايز تتخانق؟ بقول لك ايه، اسمع كويس، انا ما اكرهش في حياتي قد اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. انت اديتي الموبايل لسلمى تتكلم فيه. بنت خالي عبد الله وكنت قاعده معاها شويه، انما موضوع الموبايل ده ما حصلش. حصل. وهقول للتالت، انا ما اكرهش في حياتي غير اللي يكون فاهم انه بيفهم احسن مني. البنت دي مالكيش صالح بيها. انا المره دي بتكلم بلساني، المره الجايه هتكلم بيدي. مفهوم؟ ردي. مفهوم؟ مفهوم. سيبوه. اللي دخلك الدكان في انصاص الليالي يا حسن؟ اخرتها جاي تسرقني. اسرقك ليه يا عم حمزه؟ هو انت مش عارفني؟ ما عارفش انك بقيت حرامي. الله يسامحك يا راجل طيب، بس انا ما سرقتكش. انا بس كنت عايز اي مكان انام فيه، ما لقيتش مكان غير هنا والله. خلاص يا جماعة اتفضلوا انتوا. ما ينفعش نسيبك لحالك يا عم حمزة. لا ما تخافش انا عارفه. اتفضل. بس بس انت رايح فين يا ولدي؟ فين عم صبري؟ عمك صبري؟ انت مين يا ولدي؟ انا زكريا العطار. هو ده كل اللي حصل، بس انا بقى اللي حظي نحس. كل ما احاول اعمل حاجه عادله تتقلب مصيبه. خلاص يا ست، حقك عليا. بعدين انت تعرف عني ايه؟ انت ما تعرفيش حاجه، ما تعرفيش اللي حصل لي. بقيتش أصدق حد، بقيت شاكك في كل حاجة حواليا حتى نفسي. على فكرة المشكلة مش فيك خالص، أنا بس اللي فقرية. مش هتجر مني، أنا صباحي اتقطع. عادي يا عم، ما أنا عشت قطع قبل كده مليون مرة. احنا نخش لبعض النفس. بقول لك صباحي اتقطع تقولي لي عيشك اتقطع. ايه خر دم لما اتقطع؟ على فكرة انت غريب قوي. هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي لما اعرفها هقولها لك. برضه ما قلتليش انت بتعمل ايه هنا؟ وعمي صبري فين؟ عمك صبري خد اعفاء وراح عند عمك عبد القادر، وانا بعمل هنا جاي اخد حقي. وزي ما انت شايف لا العطارين بقوا عطارين ولا العمد بقوا عمد. عارف ليه؟ لانهم من اول مش عمد. تفتكر لما تيجي برجالتك تحتل البيت بقيت العمده؟ بيتي يا زكريا، انا العموديه رجعالي رجعالي لحد بيتي، بيت المحمدي. انا هنا بس لاثبات الحق لحد ما يجي لي رسمي. عارف يا زكريا، انا ممكن اخلي الرجاله دي تقبض عليك دلوقتي، لكن انا مش هعمل كده، لان كل اللي عايزه عايز حقي، وانا خلاص خدت حقي. روح يا زكريا، روح شوف هتهرب ازاي ولا هتعمل ايه مع الناس اللي خدوا مكانك، يمكن تحس بيا. روح يا زكريا، روح.
حب الله سلامة حبيبتي، انت كويسة؟ الحمد لله يا مامي، ما تقلقيش. بنتك راجل؟ ما قلقش، هو انا بقيت بعمل حاجة في حياتي غير اني بقلق عليك انت واخواتك؟ ليه يا مامي، اخواتي مالهم؟ مالهمش، كويسين. طب هو عبد الله بيعمل ايه عندنا في البيت؟ انا مش فاهمة حاجة. ما هو اللي كان شايل الهم عننا مات وسابنا نشيله لوحدنا. جهان ما تشاريش البنت الهم، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خالو. المهم انت كنت فين طول الفترة دي؟ هحكي لكم كل حاجة يا مامي، بس مش دلوقتي. أنا بس دلوقتي عايزة أطمن على حازم. ادخلي له. تعال تعال أنا أوريك حازم، أعجل قرد هو. تعال تعال. اتفضلي. ليه ما قلت لك قبل كده يا عم حمزة؟ أنا معرفش مكان غير هنا. في الدار. الدار اللي أبويا عاملها. دلوقتي خلاص ما بقاش ليا مكان فيها. وانت لو كسرت بخاطري ومشيتني من هنا انا مش عارف هعمل ايه. بالله عليك ما تسيبني يا عم حمزه. انا ممكن اشتغل عندك اي حاجه، امسح لك المحل، انضف لك المكان، اشيل لك حاجه من حته لحته، اي حاجه والله العظيم. ومش عايز فلوس، انا كل اللي عايزه بس حته بات فيها. ماشي يا حسن، بس اللي اوله شرط اخره نور. بيتي واهلي متحرمين عليك، واهم شيء عندي الامانه. خلاص يا عمي، الكل بقى مستصغر عيله العطار. ليه يا ولدي؟ عيله العطار طول عمرها كبيره، احنا اللي صغرنا نفسينا وما خبطنا في بعض. مين اللي خبط في مين؟ اختي وابني خبطوا في داركوا يا زكريا، وخلوا عيله العطار مشاع لاي حد. انا بريء من ابني اليوم القيامه، ونفسي نفسي حد يجيبوا لي الحد هنا واحطه تحت رجلي. احطه تحت رجلي وربيه من تاني. وانا اللي جاي وفاهم انك هتساعدني. تاخدش على خاطرك مني يا ولدي، مش بيدي بس بيد انا. مين في البلد دي مع رجاله وسلاح؟ مفيش غير عيله عبد الهادي، ودول كل رجالتهم اشتغلوا في الزراعه. اما عيله المحمدي بقى فما ينفعش نحط ايدينا في ايديهم بعد اللي عملوه قبل كده. دلوقتي كل حاجه تنفع. أنا هتصرف. الحمد لله على سلامتك يا زوم. الله يسلمك، ما بقتش نافع خلاص، ركبي الاتنين باظوا. ولا يهمك، هتبقى زي الفل. وبعدين احنا هنكسر لك رجلين اللي عمل كده. تبقى والله العظيم. والله العظيم وحشتني رخامتك. ياسمين، مين البلطجي اللي معاكي بره ده؟ لا يا مامي، ده مش بلطجي، ده تمانية. تمانية ده جدع جدا، ده هو اللي أنقذنا. ده اللي هربني يا ماما. واو. الحمد لله على السلامة يا نادية. مش كده؟ الله يسلمك. نورت، أول مرة تجي البلد؟